جدا لحل الموقف في الفترة الأخيرة. هو طبعا انتم موجودين الأول، ببارك لكل أبطالنا دورة الألعاب الأفريقية. زي ما حضراتكم شايفين مصر بتحلق في حتة تانية خالص بنتائج ولادنا بتفوق عالي المستوى. نهاية الدورة إن شاء الله يوم 23، ومصر المفروض هتستلم 2027. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني، يعني احنا بالنسبه لكره القدم اكيد في تطوير وترويج لكره القدم المصريه من خلال الانديه الكبيره زي الاهلي والزمالك. بنعمل ايفنتات بره مصر، لكن كمان جوه مصر. الحقيقه احنا سعداء جدا ان يكون في يعني هذا الملتقى بحجم هذه الدول محترفينها مع الفريق. الجانب الاولاني ان طبعا يعني كابتن حسام حسن المدير الفني وطني بيبدا مع الفريق، وهو اختار التجربه ان هو يبدا بشكل مبكر، وده مش معناه يعني حرصه ان هو يكون خايف النتيجه، لكن هو قال لا احنا نبدا ونشوف اللاعبين ويبدا مرحله التكيف. لكن انا بهني مصر ونفسنا يعني ان البطوله نمره واحد بقت على حساب الفيفا، او مش الحساب المالي، على حساب ان دي محسوبه من اللقاءات المرتبطه بالاتحاد الدولي. والحاجه كويسه جدا اللي بنفتخر فيها ايضا ان يكون ممثل الفيفا والاتحاد الدولي الباشمهندس هاني ابو ريده، الكابتن هاني ابو ريده. اذا البطوله موجوده ومسؤوليه المهندس هاني ابو ريده. طبعا هو باسمه وجوده وتاريخه الكبير، ده موضوع يعني اخر، لكن ان يكون مصري وجاي ممثل للاتحاد الدولي في هذه البطوله اللي فيها مصر وثلاث فرق كبيره، يعني شيء يعني نعتز بيه. يعني انا عايز اقول الكلام ده، وهنسيب بقى الحته دي للمهندس هاني يتكلم على الدور الموجود، لان المهندس هاني هو ايفاب، هي يعني اكبر جزء في اداره حكومه الفيفا زي ما بيقولوا، رئيس الاتحاد وثلاث اعضاء واربعه مؤسسين من الاتحادين الانجليزي، صلح لي لو في حاجه غير كده. فده بتدير شكل الكوره في العالم، فان شاء الله يعني دايما كده ولاد مصر دعما وسددا ليها. لكن ارجع اقول ان طبعا البطوله يكون الافتتاح والختام في استاد العاصمه. بندعي الجماهير ان هي تيجي زي ما بنعمل احداث بره وبنشوف جماهير، ان شاء الله يعني يكون في احنا في مصر في الماتش اللي هيكون موجود كرواتيا وتونس على استاد القاهره، لكن الافتتاح والختام هيكون على استاد العاصمه. البدايه يوم الجمعه 10 مساء. احنا بنشكر طبعا معالي وزير النقل الفريق كامل، لانه هيعمل من الاماكن العامه لغايه الاستاد، وكمان هيكون في اتوبيسات من اول طريق السخنه مع شركه العاصمه المهندس خالد عباس للنقل، تنسيق تام مع الهيئه الهندسيه ل يعني الاستاد مع مدينه مصر الاولمبيه العالميه. هو تجريبي، يعني كل اللي احنا بنعمله افتتاحات تجريبيه على الاستاد لغايه لما توصل للشكل النهائي يعني. فان شاء الله ربنا يوفق، وربنا يوفق الجهاز الفني. والهدف للجهاز الفني في اعداده من خلال مؤتمر الصحفي وكلامه ان هو دي بدايه اعداد وليس النتيجه، لان عنده مستهدفات اخرى. اعتقد بقى خشوا بقى على المهندس هاني بقى. اعتزازنا بوجود المهندس هاني ابو ريده، ودايما بنعتز بكل ما هو مصري، جهاز مصري وطني جديد للكره المصريه، اعتقد بيبقى معاه امل، معاه طموح، معاه احلام الشعب المصري. لو حضرتك هتوجه رساله للمنتخب المصري وللكابتن حسام حسن أبو، احنا دايما بنتكلم على الواقع، الواقع ان احنا عندنا جهاز مصري لازم نديله كل الدعم. انا دوري كوزاره ووزير اوفر المناخ المناسب اللي عملهم، ده دوري، واتحاد الكوره يوفر الجانب التنفيذي لمتطلبات الجهاز، ونبذل قصارى الجهد، وطبعا الاختيار والاداء والشغل ان شاء الله يكون قصه نجاح في المنتخب الوطني. الكابتن حسام عنده يعني هدف مباراتين خلال 2024 لكاس العالم، احنا عندنا في شهر 6 وشهر ديسمبر يعني، وعندنا 2025 كاس الامم الافريقيه الافكون في المغرب. دي كلها مستهدفات في متسع من الوقت علشان برضو يبقى الاعداد ده عدم استعجال يعني.